وإلى الشأن الاقتصادي، فقد أكد الدكتور علي مصلحي وزير التموين أنه لا نية لعودة العمل بالتسعيرة الجبرية، مشيرا إلى أن الاحتكام لآليات السوق لا اختلاف عليها. يأتي ذلك فيما تعاقدت هيئة السلع التموينية على شراء 535 ألف طن قمح من الخارج، ومن المقرر وصولها إبريل المقبل. وفي سياق متصل، أكدت الشركة العامة لتجارة الجملة توفير 75 ألف طن أرز هندي لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 6 جنيهات ونصف. علمت